أنا بقترح إن إحنا نجعل أنشاص هدفاً لغزوتنا القادمة إن شاء الله، وبرشح الأخ شريف لتخطيط الأمر وتنفيذه، وده طبعاً لأنه على دراية كاملة بالمنطقة ويعرفها كويس، ولا يا أخ شريف؟ طبعاً، بس أنا بقى لي فترة ما روحتش، ولا بد من معاينة المكان، بس مش دي المشكلة. ربنا ما يجيب مشاكل. إيش بدك تقول؟ عاوز أقول إن إحنا سيبنا عربيات كتير في المكان القديم، وتخلينا عن عربيات كتير بسبب التهدئة الأمني والمراقبة، لدرجة إن في عربيات اتحرقت زي ما فهمت. طيب دلوقتي إحنا محتاجين عربية تتفخخ، وعربية للمعاينة، وعربية تصور الحادثة، وعربية ننسحب بيها من المكان. منين؟ إحنا كنا في أزمة شديدة الفترة اللي عدت بسبب تضييق زبانة الأمن على المنطقة كلها، وهذا أثر على أصول الدعم والمساندة، وأثر على أصول الإخوة اللي بدهم ينضموا إلنا، وكان هذا المنطلق الشرعي اللي أفتى الشيخ عمر على أساسه بجواز الهجوم على محلات الذهب المملوكة للنصارى مبدئيا لتوفير الدعم اللازم للمعيشة والغزوات الجاية بإذن الله. يعني ايه مبدئيا؟ بنبدأ بالمحال المملوكة لغير المسلمين زي النصارى في حالتنا هنا مثلا. طيب ما كفتش، احتاجنا لمال إضافي، زودوا تأمينها، أصبح في خطورة أكبر على حياة المجاهد إذا تعرض للنوع ده من المحلات. ننتقل للمرحلة الثانية مباشرة، المحال والعيون المملوكة للمسلمين غير الملتزمين. طب افرض برضو ما كفتش، احتاجنا مال أكتر، أي مشكلة يطلق الأمر على المشاع، الجهاد أولى. طب يا شيخ عمر، لو اكتشفنا إن صاحب السيارة من أهل التقوى والصلاح مثلا، نتصرف إزاي؟ نرجعها له؟ رجعها له، رجعها له، بس فولها الأول. انت واخد العربية توصل بيها الحاج المطار، انت واخد العربية تعمل بيها عملية كبيرة. يا شيخ عمر، هنستحلها ازاي لو صاحبها ملتزم؟ يعني واحد مننا. مننا؟ بيجاهد معانا يعني؟ بفرض مثلا ان هو غير قادر، فساعتها يرفع عنه التكليف بالجهاد. بالنفس؟ انما ما رفعش عنه الجهاد بالمال. والسيارة دي، السيارة دي مش مال؟ طب ما يجاهد بيها، أصله مش عارف يوصل لنا عشان يجاهد بيها. طب إحنا ربنا مكننا ووصلنا له ورفعنا عنه ذنب التقصير في التكليف وكسبنا فيه ثواب، فين المشكلة؟ أنا بس عاوز أنبه لحاجة مهمة، زي ما نبهت قبل غزوة الإسماعيلية. إيه؟ قول يا أخي شريف. العملية دي مش متوقع منها إنها تعمل خسائر كبيرة، وممكن محدش يموت. هو إحنا مالنا؟ إحنا واثقين وضامنين جنة؟ اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت، المسألة مش في ايدينا. انا شايف ان احنا عندنا ازمه في التمويل وازمه في السيارات المفخخه، فليه نضحي بعربيه في حادثه زي دي؟ مش هتحقق خسائر اصلا، في حين احنا ممكن نستخدمها في غزوه اخرى تحقق نصره اكبر وتوقع قتلى ومصابين اكتر. ده غير ان احنا ممكن نختار مكان يكون اقل خطوره واقل تامين. وايه تاني؟ من وجهة نظري أنا شايف إن عملية زي دي هتثير غضب الطواغيت وهتخليهم أكثر بطشاً إنهم هياخدوها على كرامتهم. ساعتها تمن اللي إحنا هندفعه هيبقى أكبر بكتير قوي من المكاسب اللي إحنا مستنيينها. إحنا اتكلمنا في هذا الموضوع من قبل وفهمتك. أيوه، بس ساعتها كان في أمل إن الغزوة تحقق نتائج أكبر من اللي حققته دلوقتي، وبعد ما شفنا نتيجة غزوة الإسماعيلية. انت جاوبت على نفسك. الهدف من الغزوة دي مش ان احنا نوقع عدد مصابين او قتلى، الهدف ان احنا نكسر الهيبة، نضرب الغطرسة، نجننه زي ما انت قلت. وصدقني هيبقى اي ثمن ممكن ندفعه اقل بكتير من المكسب اللي هنبقى كسبناه. ان كان بدك تشوف دم وقتلى وجرحى، طب قريب جدا، يمكن قبل غزوتك هذه الدم هيغرق الشوارع. جهز حالك وبلغنا لما تكون جاهز. طيب انا عاوز الاخ حاتم معايا. لا الا هذا، لو محتاج مساعده شوف اي حدا غيره من الاخوه.